أول سجادة صلاة فسيولوجية في العالم، مكوناتها مشتقة من تكنولوجيا الفضاء، تساعد كثيرين ممن يعانون من آلام الركبة والمفاصل. تدعم المصلي باحتضان البنية التحتية المترابطة للعضلات والعظام في جسده. كيف ذلك؟ سنعرف معا. أحمد شاب يعاني من بعض آلام المفاصل، وجد في السجادة الفسيولوجية ضالته التي استطاع بمساعدتها الاستمرار في تأدية صلواته اليومية الخمس. في باركود في السجادة، QR عفوا كود، تعملي فيها سكان بيطلع لك. هو البرنامج هذا هو ويب بروجرام، بيعرف مكانك وين، بالتالي فبيعطيك توقيت الصلاة لكل صلاة في اليوم، بنفس الوقت حتى بحسب المكان والتوقيت اللي انت فيه بتكون الباك جراوند تبع هذا البرنامج مناسب للمود اللي ممكن حظ يعني الشخص يكون فيه. الهدف من هذا المنتج كما يقول صانعوه هو توفير تجربة جسدية روحية مستوحاة من الطب القديم وأحدث ما توصلت إليه التقنية والمواد المعاصرة من خلال بحوث الفضاء. سجادة الصلاة التي صنعناها تعتبر سجادة طبية، قضينا 5 سنوات في إجراء البحوث عليها أنا وشريكي عالم الفضاء السابق من وكالة نازا المتخصص بصناعة بدلات رواد الفضاء، إضافة إلى كون السجادة مصنوعة من طبقات عدة تشبه بدلات رواد الفضاء، فإن نسيجها يحمي المصلين من انتقال العدوى البكتيرية. سجادة صلاة تايمز تتألف من 5 طبقات تحوي على خواص الاحتواء والضغط المعاكس وملمس صحي ناعم ومنعش يشعر بالبرودة، ما يساعد على تخفيف التعب عند اتخاذ وضعيات معينة. أول ما الشخص يوقف عليها تحسي كأنها تحتضن، حتى في السجود وفي الركوع تحسيها في تحتضن الشخص، بنفس الوقت تحسيها بتعطي بوش، يعني ما بتحسي نفسك واقفة على يعني تحسي واقفة على نفس رمل الصحراء بخفته واستقباله لضغط الجسم. وبالرغم من كل مميزات السجادة الفسيولوجية فإنها تبقى سجادة توضع على الأرض، قد لا يستطيع كبار السن أو المصابون بالتشنجات الاستفادة منها طالما كانوا لا يستطيعون الوصول إلى الأرض. لبرنامج اليوم على الحرة من دبي فائزة العزي.